فهو بيقول له: يا رب تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي. ساعات الواحد بيبقى عنده احتياجات بس مش موفق للدعاء، مش عارف يرتب كده احتياجاته المالية والصحية والنفسية، ما عندوش كده أحوال في فتح اللسان في التعبير عما بداخله، فتلاقيه بيقول لربنا: أنا مش محتاج أعبر، حضرتك تراني من الداخل ترى قلبي، فتعلم حاجتي فأعطني سؤلي. مش بس كده، ساعات الواحد ما بيبقاش عارف أصلا احتياجاته إيه، الدنيا ماشية ومستقرة معاه، ما عندوش أزمة يشاور عليها، فكأنه بيقول لربنا: ما لا أعلم من احتياجاتي وفره لي بعلمك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو أنا ما عنديش احتياجات دلوقتي، فاحتياجي الأكبر بقاء النعم اللي بسببها أنا مستقر دلوقتي ومش شايف احتياج ليا، فبيقول له: يا رب وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي.